إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كنجد بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر الليلي، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، كنجدو بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر، وكنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. متابعينا الكرام، شنو رأيكم في المعاناة ديال اصحاب القطاع السياحي بالمغرب، وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع؟ فمتابعينا الكرام، شنو رأيكم في معاناة اصحاب القطاع السياحي؟ كيف ما كنعرفوا ان القطاع السياحي تقريبا كامل حابس الان، لانه ما كاينش الرحلات، يعني ما كاينش حتى يعني بزاف الحوايج عندهم السياحه، مثلا تمشي اصحاب الكيران ما خدامين، اصحاب ترونسبور السياحي ما خدامينش. يعني متابعينا الكرام، شنو رايكم في معاناه اصحاب القطاع السياحي بالمغرب، وشنو رسالتكم للحكومه؟ متابعينا الكرام، فمتابعينا الكرام، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فشنو رأيكم في معاناة اصحاب القطاع السياحي بالمغرب، وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع؟ متابعينا الكرام، كيف ما كنعرفوا كاملين ان بزاف الناس ما خدامينش الان، فكاينه معاناة قوية لاصحاب القطاع السياحي بالاخص الناس اللي كيخدموا في السياحة. فبزاف يعني الكيران اللي خاصين بالسياحة ما خدامينش، كذلك بعض السائقين اللي كيسوقوا بالسائحين ما خدامينش، كذلك السياحة بصفة عامة الفنادق أكثر ديالهم يعني ما كاينش ديك الخدمة الرواج اللي كان، بزاف الحوايج. متابعين الكرام، فشنو رأيكم في معاناة أصحاب القطاع السياحي بالمغرب، وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع؟ متابعينا الكرام، شنو رأيكم في معاناة أصحاب القطاع السياحي بالمغرب، وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع؟ متابعينا الكرام، فمساء النور، مساء الخير، مساء الورد. طريق، تحية لك أخي، تحية متبادلة أخوي العزيز. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. شنو رأيكم في معاناة أصحاب القطاع السياحي بالمغرب، وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع؟ متابعينا الكرام، إذا تحية طيبة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. إذا متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. فكيف ما كنعرفوا كاملين، فبزاف بزاف ديال الناس متابعينا الكرام بالأخص القطاع السياحي بالمغرب هو حابس. شنو رأيكم في المعاناة ديال أصحاب القطاع السياحي بالمغرب، وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع؟ متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فكنعرفوا كاملين أن القطاع السياحي بالمغرب فهو متنوع، في تنوع حضاري بالمغرب، في مقومات طبيعية، كذلك مقومات تجهيزية، وكاين معاناة متابعينا الكرام. كنعرفوا ان قطاع السياحه كيخدم بزاف، كيخدم في وقت الصيف، يعني كنقولوا كيخدموا اكثريه في المواسم اللي يكون فيها السياحه اكثر في الصيف. وكاين حاليا دابا الرحلات ما كاينينش، يعني الرحلات الجويه ما كاينينش، يعني كاين مشاكل عندهم بزاف. فكذلك القطاع التجاري كيخدم مع القطاع السياحي متابعينا الكرام،
فهما يعني شيئان مترابطان متابعينا الكرام. ما كاينش الحل، شنو قالوا حل الحدود؟ ما كاينش الحل. نعم مصطفى، ان الله مع الصابرين، الله يحفظكم يا ربي. امين خويا. اذا متابعينا الكرام، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده. شنو رايكم في معاناه اصحاب القطاع السياحي بالمغرب؟ وشنو رسالتكم للحكومه بخصوص هذا الموضوع متابعينا الكرام؟ اذا متابعينا الكرام، كنتمنى ان الكل يشارك مع البث المباشر، الكل يعطينا الراي ديالو، الكل يوجه رسالته للحكومه. شنو رايكم في المعاناه، شنو رايكم في معاناه اصحاب القطاع السياحي بالمغرب؟ وشنو رسالتكم للحكومه بخصوص هذا الموضوع متابعينا الكرام؟ شنو رايكم في معاناه اصحاب القطاع السياحي بالمغرب؟ وشنو رسالتكم للحكومه بخصوص هذا الموضوع متابعينا الكرام؟ اذا مساء النور للجميع، مساء الخير لكل متابعينا الكرام. فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. اذا متابعينا الكرام، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده. فالموضوع ديالنا هو شنو رايكم معاناة أصحاب القطاع السياحي بالمغرب؟ وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع متابعينا الكرام؟ إذن فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين. الحكومة سدت البيبان ونعسوا عندهم باش يعيشوا. نعم تحية ليك ملاك، الله يدير لي فيها الخير يا ربي. نعم فكنطلبوا من علي القدير أنه إن شاء الله يكون خير يا ربي، شي كنتمناه. إذا متابعينا الكرام، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا متابعينا الكرام، بغينا الكل يشارك معنا هذا البث المباشر، الكل ينور الرأي ديالو. شنو رأيكم في معاناة أصحاب القطاع السياحي بالمغرب؟ وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع متابعينا الكرام؟ فشنو رأيكم في معاناة أصحاب القطاع السياحي بالمغرب؟ وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع متابعينا الكرام؟ إذن مساء النور للجميع، مساء الخير لكل متابعينا الكرام، مساء الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فكيف ما كنعرفوا كاملين القطاع السياحي بالمغرب فهو حابس ما خدامش. شنو رأيكم في معاناة أصحاب القطاع السياحي بالمغرب؟ وشنو رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع متابعينا الكرام؟ إذا مساء النور للجميع، مساء الخير لكل متابعينا الكرام، مساء الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا كنتم معنا في بث مباشر ليلي مباشرة من مدينة بن سليمان.